عندنا معلقتين كبار من القهوة سريعة الذوبان، عندنا كمان 3 معالق كبار من المية السخنة، 3 أرباع كوباية حليب سايل وبارد، سكر ده طبعا على حسب الرغبة، وعندنا كمان مكعبات التلج. تعالوا بينا بقى. ايه حيرتوني يا رب. تعالوا ناخد الايس، الايس القهوه سريعه الذوبان، وعلى قدها بالظبط هنحط سكر. ده كده اللي هو نقول ايه اللي سكره مظبوط. طب انا ما بحبوش بسكر، قليلي السكر على قد ما تقدري او ارفعيه ما فيش مشكله، بتحبي زياده براحتك. بتحبوا سكر كتير؟ طب خلاص كده كفايه. واحط بس بالظبط 3 معالق من الميه، كفايه قوي كده، وبالمضرب وبيد واحده. هو المفروض ان انا كنت اعمله في حاجه طويله شويه علشان ما يبهدلنيش. ندعي ربنا بقى ان الدنيا تبقى ايه كويسه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللون طبعا كان غامق جدا العادي بتاع القهوه. كل ما بنضرب كل ما اللون عمال يفتح بزياده، القوام بيتقل بزياده. هضربه ضربتين كمان وهيكون جاهز معانا. يلا زي الفل. شايفين المقدار اللي احنا عاملينه عمل كميه قد ايه ونفش قد ايه؟ تعالوا بينا يلا نقدم. هو انتوا جايبين لي من كل نوع 2؟ طيب نخلينا في دول. لا خلينا في دول احسن. حطينا القهوه اللي احنا ضربناها مع السكر، تعالوا بينا بقى نصب الحليب. والحليب بقى بارد، احنا هنعمل ايس فالحليب بارد، ومتاكدين ان احنا هنحطه الكلام ده كله هيدوب تمام، واسيب حساب ان انا احط تلج. عينيا. بسم الله. كمل بس كده ونقلب. شايفين الجمال بقى والرغوة؟ نعم. كده حلو قوي زي الفل. تعالوا بينا بقى ايه ناخد التلج ونحط كده. لا احنا كده زي الفل. يلا سقط التلج بتاعنا. وهنا بقى عندك اختيارين، ممكن تحطي كريمه على الوش وصوص كراميل وتقدمي، ممكن من غير كريمه. هنعمل واحد كده وواحد كده، ايه رايك؟ الايس كوفي بتاعنا بقى جاهز، حطينا كريمة على الوش ونقدر بقى نحط صوص كراميل. كمان نقدر نحط صوص كراميل جوه الايس كوفي نفسه تمام. تعالوا بقى كده حاجة بسيطة. بسم الله.
ولا افخم كافيه. لا خلاص احنا كده هنعدي، مش مشكله، ده احلى حاجه لما يطلع بره. انا قصده تعالوا بينا بقى، ايه نحط كده الشاليمو. اوه تحفه طلع اكتر تمام بالراحه خالص. يلا تعالوا بقى نقدم، نعمل التالتة كمان ولا نخليها كده سادة؟ لو حد بيحب السادة، محدش بيحب السادة؟ تمام يلا احنا نكمل مع بعضينا بعد ما نخلص. يلا زي ما قلت لكم نقدر نحط كمان جوه الايس كوفي نفسه صوص كراميل، يبقى لطيف جدا. يلا نحط على الوش بقى الكريمه.